مجددا. أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية أن اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو توقف، فيما استأنفت الجبهة ما أسمته بالحرب والمواجهات العسكرية مع القوات المغربية، مشيرة إلى أن فتيل المواجهات اشتعل في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي في الجرجرات. ونتيجة لذلك وفق بلومبرج فقد انسحبت شركات استثمار أوروبية وأمريكية من الصحراء. فيما تناقل الإعلام الجزائري والصحراوي أن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أكد نبأ خرق وقف إطلاق النار منذ حادثة الجرجرات العام الماضي. الإعلام الجزائري لم يقف عند غوتيريش، فقد أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن جبهة البوليساريو تشن هجمات ضد مواقع مغربية على طول الجدار الرملي، فيما تقوم قوات جزائرية بترحيل مزارعين مغاربة من منطقة العرجب ولاية بشار، مهيلة إياهم مغادرة الجزائر حتى 18 من الشهر الحالي أي غدر. المملكة المغربية وعلى لسان وزير خارجيتها ناصر بوريطة قال إن بلاده ملتزمة بوقف إطلاق النار وبالعملية السياسية، وأنها سترد بقوة في حال أي تهديد لأمنها، وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس، مؤكدا أن المغرب لا يزال يتمسك بضبط النفس في ملف الصحراء. وبتزامن مع خرق وقف إطلاق النار، تجري الجارة الجنوبية موريتانيا مناورات عسكرية على الحدود المشتركة لها مع الجزائر والمغرب ومن ضمنها الصحراء. إذن هل يشتعل مجددا ملف الصحراء بشكل يتطلب تدخلا من قبل المجتمع الدولي؟ وكيف سينعكس هذا الملف؟ هل يؤججه أم يجد له حلا جذريا؟ كل هذا وأكثر نناقشه مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد هذا التقرير. البوليساريو يعلن استمرار الهجمات في الصحراء، جاء ذلك على لسان رئيس إبراهيم غالي في كلمته اليوم أمام الدورة الاستثنائية 14 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، محملا المغرب مسؤولية ذلك. هجمات جاءت بعد اشتباكات الجرجرات عام 2020 أحدثت تصعيد في المنطقة بشأن نزاع لم يحل منذ 6 سبتمبر/أيلول عام 1991، لكن المغرب رد على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة، وزير أكد التزام بلاده بوقف إطلاق النار مع تهديده برد ملائم على أي تعد على سيادتها. وفي تلك الأثناء أعلنت شركات أجنبية انسحابها من الصحراء، ما يعني خسارة العديد من الاستثمارات المالية للمغرب. شركات عللت قراراتها بسبب المخاوف الأمنية أولا وخشيتها من استخدام ذلك ضدها، خصوصا من قبل دول مناوئة للاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء. وفي الحديث عن الموقف الأمريكي، فإن البوليساريو سلط الضوء في وسائل إعلامه على تقارير في وكالتي بلومبرج وفورين بوليس الأمريكيتين، تقارير أكدت أن ترامب خرج عن الإجماع الدولي حول الصحراء، وأن المغرب يجب أن يدرك أن بايدن قد يغير قرار ترامب بشأنها قريبا. البوليساريو حاولت التجديد على أهمية التقارير، فقالت إن بلومبرج مقربة من الحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة. تطورات تأتي في ظل حديث إسرائيلي متصاعد حول صفقات أسلحة تشتريها المغرب من إسرائيل، خصوصا طائرات مسيرة استخدامها في الصراع مع البوليساريو في الصحراء. ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من مدينة العيون السيد محمد ميارة، منسق وكالة أيكيب ميديا الصحراوية للأنباء. أهلا بك معنا سيد محمد. كما هو ينضم إلينا استمرارا السيد بيير لويس ريموند أستاذ العلاقات الدولية وإعلام فرنسي، ينضم إلينا من ليون. ومن باريس ينضم إلينا دكتور يونس بالفلاح أستاذ في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي. أهلا بك دكتور يونس، وأبدأ هذا النقاش معك. عمليا دكتور يونس، إن صحت الأنباء عن انسحاب شركات استثمارية أجنبية أمريكية وأوروبية من الصحراء على خلفية خرق لوقف إطلاق النار، إلى أي مدى هذا عمليا يؤثر على المغرب بشكل عام؟ مساء الخير. أولا مسألة القول على أنه انسحاب للاستثمارات،
هذه إذا ذكرها هذا التقرير اللي هو تقرير بلومبرغ لم يذكر معها أي تفاصيل ولا أي أرقام. تقرير هو ليس تقرير صحفي ولكن هو عبارة عن مقالة رأي ضمن إطار حملة ممنهجة تقوم بها الجزائر ومن والاها في مجموعة من العواصم الغربية بغرض تشويه سمعة المغرب. وهذه طبعا مسألة معتاد عليها، والدليل هو أن هذا التقرير تداولته فقط صحافة الجزائر والصحافة الانفصالية ولم يتم تداوله على أي مستوى. دكتور يونس، يعني هذه النقطة عمليا تسير وعمليا يعني تحير بعض وسائل الإعلام. هنالك تمثيل قوي لجبهة البوليساريو عمليا في الإعلام الغربي الأمريكي والأجنبي، ولكن عمليا الموقف المغربي بعض الشيء غائب. هل هذا بسبب القناعة من المملكة المغربية على أن هذا الموضوع لا يهز عمليا منها؟ طبعا يعني الحديث الإعلامي يكون عندما تكون هناك ربما مشاكل أو سلبيات تحتاج إلى المعالجة. المغرب ليس لديه أي حرج في معالجة أي موضوع، وأكبر دليل لأن هذه المنطقة المعنية اللي هي المنطقة الصحراوية موجودين فيها قنصليات غربية، موجودين فيها قنصليات عربية، هناك فيها استمرار للاتفاقيات. إذا كان الحديث على الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية اختارت أن تكون لها قنصلية في مدينة الداخلة التي فيها أكبر ميناء على مستوى الأطلسي، هو أهم الموانئ الموجودة اليوم في إفريقيا، مشروع كان تم الاستثمار فيه أكثر من مليار دولار من طرف المملكة المغربية. الولايات المتحدة الأمريكية هي من مولت مثلا منصة إلكترونية اللي هي الداخلة كونكت حتى يتم من خلالها ترويج لمجموعة من الاستثمارات، وأعلنت عن استثمارات أولا في الطاقات المتجددة بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم في التكنولوجيات بقيمة مليار دولار. الشهر الماضي تمت زيارة لوفد من الصين إلى هذه المنطقة، وفد لرجال أعمال بغرض أن يكون له استثمارات في المنطقة، علما على أن بريطانيا نفسها أرسلت وفد، هناك اهتمام بريطاني بمشروع إكس لينكس الذي سوف يربط ما بين المنطقة الصحراوية وما بين بريطانيا من حيث المسائل المرتبطة بالطاقات المتجددة. اتفاقية الصيد البحري المستمرة مع الاتحاد الأوروبي قيمتها 53 مليون يورو سنوية هي كلها قادمة من هذه المنطقة، إضافة إلى المشاريع والاستثمارات اللي أقرتها المملكة المغربية. قانون المالية الجديد لسنة 2021 يتحدث عن 8.4 مليار دولار، تم إنجاز منها 158 مشروع بقيمة 2 مليار دولار، وما زالت هناك 300 مشروع في قيد الإنجاز حاليا في هذه المنطقة. نفس الأمر ينطبق على الاستثمارات التي عرفتها العيون خلال السنوات الأخيرة، إما من خلال تطوير البنية التحتية أو من خلال الاهتمام بمجموعة من المرافق والخدمات. المغرب استثمر فيها أكثر من 5 مليار اليوم. نعم دكتور يونس، الحديث يعني هو حديث عن وجود جهة أو منطقة مهمة استراتيجية بالنسبة للعالم أجمع. الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بها وتضع فيها قنصلية ولديها علاقات اقتصادية وتجارية في هذه المنطقة، لأنه اليوم حتى على مستوى التصنيف، إذا كان اليوم تقرير البنك الدولي دوين بيزنس مناخ الأعمال يصنف المغرب في المرتبة 53 عالميا، في حين يصنف الجزائر في المرتبة 157 عالميا. يعني الحديث يطول عن هذا الجانب الاقتصادي، وأنت أستاذ يعني عمليا في الاقتصاد السياسي. نعم دكتور يونس، بجملة، تقرير مسيس، تقرير بلومبرغ هو تقرير مسيس، وما أراد الإشارة إليه ليس مسألة تراجع الاستثمارات، ولكن هو القول على أن هناك ربما استمرار لبعض الحالة من التوتر العسكري التي تقوم بها الجبهة الانفصالية. وصلت الفكرة سيد محمد ميارة. إذن هذا التقرير مسيس، هنالك تقارير أخرى عمليا تزدحم في الإعلام الأمريكي، فورين بوليسي، بلومبرغ وغيره، وأيضا هنالك أيضا من يقول بأن هنالك لوبي يدعم الصحراويين في هذا الملف والذي يضغط عمليا على مجلس الشيوخ. هل ترون أنتم كصحراويين عمليا أن هذا إنجاز تحريك المجتمع الدولي من نيوزيلندا إلى إسبانيا إلى أمريكا؟ شكرا جزيلا. في البداية أولا يعني بين التهوين والتهويل، لا أستغرب تماما بأن ضيفكم الكريم يتكلم ويتحدث بمعلومات لا أجدها إلا في وسائل الإعلام المخزن المغربي، ولا أجدها أثرا في وسائل الإعلام الدولية. فبلومبرغ يعني نار على علم، وتحدثتم على الفورين بوليسي وهو مركز دراسات استراتيجي يتحدث بلغة الأرقام وبلغة عن يعني حجم الانتهاكات، والعفوا حتى حجم النهب الاقتصادي الذي ينهب المغرب بتورط العديد من الشركات الأجنبية. بالأكيد أنه بلومبرغ أكدت يعني خبر انسحاب العديد من الشركات واللي كان آخرها انتر كونتيننتال الألمانية
بعد أكثر من 50 عاما من الاستثمار في الصحراء الغربية، أي حتى قبل الاستعمار أو الاحتلال المغربي، يعني في فترة في الحقبة الاستعمارية الإسبانية. نحن أمام تغير استراتيجي، لأنه اليوم بات الجميع يجدد، يعني حتى محكمة العدل الأوروبية يعني في الأسابيع المقبلة ستحسم في مسألة يعني الاتفاقيات التي أبرمتها المغرب مع الاتحاد الأوروبي في حكمين، سنة 2016 وسنة 2018، قالت حكمها الصادر مرتين أنه الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان متميزان. هذه لغة الأمم المتحدة، هذه لغة القانون الدولي، هذا الرأي الاستشاري الذي عبر عنه هانس كوريل سنة 2002، هذا يعني قرار محكمة العدل الدولية 16 أكتوبر 1975. إذن العالم اليوم، ضيفكم يتحدث عن قنصليات غربية، لا أجد القنصلية غربية واحدة، مجموعة من الدول التي تعيش فيما يسمى بفرنسا أفريك، الدول التي كانت تدور في فلك يعني فرنسا الأفريقية، فرنسا عفوا ما اسميها يعني فرنسا الأفريقية، أو دولة واحدة هي الإمارات العربية المتحدة أو الأردن، التي حقا ربما دفعت دفعا من أجل يعني مساعدات احنا نعرفها جميعا. إذا بكل تأكيد يعني الجانب الاقتصادي هو مهم، نحن نعرف بأنه هو محرك أساسي للاحتلال المغربي الغير شرعي، وبالتالي ملك هنالك من يقول سيد محمد أن عمليا نشر إشاعات تتعلق بالاستثمار، عمليا تضرب الاستثمار مثل عالم البورصة، يعني نشر إشاعة عن سهم معين ينضرب في نهاية المطاف، ونشر إشاعات كهذه عن خرق الوقف إطلاق النار من قبل البوليساريو على القوات المغربية ستضرب الاستثمار، هل هذا ما يهدف إليه البوليساريو من نهاية المطاف؟ لا، جبهة البوليساريو لا تريد منذ الوهلة الأولى، لو أنها كانت تريد يعني دعاية سياسية فيما يتعلق بالقرقرات لحكرت المعركة فقط في القرقرات، ونحن نعرف أن المعركة على طول 2700 كيلومتر يعني من الأحصنة ومن يعني الأحزمة التي نعرف جميعا من بناها ومن حقيقة مولها. وبكل تأكيد إذا كانت المملكة المغربية كما تزعم أن الصحراء الغربية، فلماذا حقيقة تبني أحصنة في غير الحدود المعترف بها دوليا للصحراء الغربية؟ المملكة المغربية بنت تلك الأحصنة لحماية المثلث النافع الذي تنهب من خلاله الثروات الطبيعية، بكل تأكيد بتواطؤ من القوتين الاستعماريتين السابقتين. إسبانيا لا تريد حل لقضية الصحراء الغربية لأنها تريد أن تتملص من مسؤولياتها التاريخية والقانونية، وفرنسا لا زالت يعني المقاومة الصحراوية حجر عثر أمام هيمنتها الاستعمارية، وهناك حقد تاريخي للفرنسيين حقيقة على الصحراويين. لكن بكل تأكيد نحن نعتقد أنه المؤشرات والأمور ستتغير حتما يعني بقرار محكمة العدل الأوروبية، وكذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية بقرارها الآن، حتى نكون واضحين أنه ما قام به الرئيس الأمريكي ترامب هو قرار، سنأتي على ذلك سيد محمد خلال الحلقة.